أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ورد في كتاب الكافي عن محمد بن الفضيل عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، فقال الإمام موسى الكاظم عليه السلام: يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم. قلت: والله متم نوره؟ فقال عليه السلام: والله متم الإمامة. قلت: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فقال الإمام الكاظم عليه السلام: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه، والولاية هي دين الحق. قلت: ليظهره على الدين كله؟ فقال عليه السلام: يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم. يقول الله عز وجل: والله متم نوره، أي بولاية القائم، ولو كره الكافرون، أي بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. تبت فيا رباه خذ بي إلى الهدى، وسدد على درب الرشاد مسيرتي. بسطت إليك الكف والقلب ضارعا، أروم عتاقا من متيهي وضيعتي. رجوتك هيئ للمسيرة قائدا، يضيء لنا درب الحياة الوضيئة. إماما تمرس بالطبابة ملهما، عليما بأدواء النفوس المريضة. يجود على الدنيا بظل عدالة، ويهزم جورا حل في كل رقعتي. وثبت فؤادي كي أفيء لظله، رشيدا حميدا مستنير البصيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادتي مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، ومن كربلاء الخير والعطاء. كما ذكرنا سابقا في الحلقات السابقة، كربلاء التي امتزج ذكرها وعطرها بسيد الشهداء وأخيه أبي الفضل العباسي سلام الله عليهما. حيكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج ظهر المهدي. هذه الحلقة ستضم مجموعة من الفقرات، نتمنى من الله تعالى وببركة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أن نوفق في تقديمها إليكم. قبل أن نسبر غور الأعماق في هذه الحلقة المباركة، دعونا أنا وأنتم والكادر جميعهم نسلم على الإمام المهدي عليه السلام ولو بقول: السلام عليك يا صاحب الزمان ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن بعد السلام عليه نهدي له ثواب الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله سادتي مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية. وصلنا أو نبدأ بأولى فقراتنا لهذه الحلقة، كيف أكون؟ هذه الحلقة ستحمل الموضوع ولا تيأسوا. خير ما نبدأ به هذه الفقرة ما روي عن أمير المؤمنين: انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله،
فأحب الأعمال إلى الله تعالى انتظار الفرج. أيها الموالون والمنتظرون حباً وشوقاً لرؤية ونصرة إمامنا الغائب الحاضر عليه السلام صاحب الأمر والزمان، ذكر وكما قرأنا في كتب علمائنا الأعلام أن ساعة الظهور أمر غيبي حجب عنا، وحتى التوقيت لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يكون الظهور بعد ساعة، شهر، سنة، ربما دهر، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كما قلنا. قد يسأل سؤال أحد المؤمنين، يسأل ويقول: ما على المؤمن فعله في زمن الظهور من الأمور المهمة والتي تحقق نتيجة فعالة، ألا وهي الدعاء بتعجيل الفرج لصاحب الزمان عليه السلام. نقطة مهمة، يكون الدعاء ليس مجرد لقلقة لسان، ترديد كلمات، بل يكون نابعا من القلب، من أعماق القلب التواق لرؤية ونصرة إمامنا الغائب صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. على ذكر الدعاء، هناك نقطة مهمة جدا، لا يستخفن مؤمن بدعائه قط، فالله سبحانه وتعالى هو من يقبل الدعاء. لا يقول: ما قيمة دعائي، لا، للدعاء أهميته ودور الفعال في تعجيل ظهور صاحب العصر والزمان. على أن يكون الدعاء كما قلنا ناتج من أعماق القلب التواق لرؤية ونصرة صاحب العصر والزمان. الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء من المؤمن إذا أخلص هذا الدعاء والعبادة. إذن أحبائي في الله، علينا أن لا ننسى الدعاء بعد الانتهاء من كل فريضة لصاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لو بحثتم عني كما كنتم تبحثون عن ضالتي لوجدتم. حياكم الله سادتي مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، ومن كربلاء الخير والعطاء وصلنا وإياكم إلى فقرة لنرتقي. في هذه الفقرة لو عرضنا مسألة طول العمر على القرآن الكريم، نجد نماذج قدر الله تعالى لهم أن يعيشوا قرونا طويلة. إذن الحال طبيعي أن يعيش الإمام المهدي عمرا طويلا، بل من الطبيعي جدا أن يعيش إنسان قدر الله له أن يعيش عمرا طويلا، فهذا أمر عادي. نموذجا من القرآن الكريم، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية تقول إن الفترة التي دعا نوح عليه السلام قومه إلى دين الله سبحانه وتعالى هي 950 عام. إذن كم عاش أو كم كان عمر النبي عليه السلام عندما بعثه الله تعالى نبيا؟ كم عاش بعد الطوفان؟ روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: عاش نوح 2300 سنة، 850 سنة قبل أن يبعث نبيا، و950 سنة عندما بعث إلى قومه يدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، و500 سنة عندما نزل من السفينة فنضب الماء فمصر الأمصار وأسكن ولده البلدان. هناك رواية أخرى تقول: عاش نوح عليه السلام 2500 سنة. على كل حال، فمن الواضح أن
نوح عليه السلام عاش هذه القرون الطويلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته تبارك وتعالى. عود على بدء، عود إلى مولانا صاحب الزمان عليه السلام. روي عن الإمام علي السجاد عليه السلام أنه قال: في القائم سنة من نوح، ألا وهي طول العمر. أيضا تتجلى القدرة الإلهية ومشيئته وإرادته وإخضاع الطبيعة في قصة نبي الله يونس عليه السلام الذي التقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول أحد علمائنا أن الظاهر من هذه الآية الكريمة والله العالم أن نبي الله يونس عليه السلام كان يبقى حيا في جسد الحوت، طبعا مع حياة الحوت، إلى يوم القيامة. سؤال: ماذا يستفاد من هذه الآية؟ يستفاد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يحفظ إنسان من الموت وفي مكان لا هواء فيه، لا طعام لا شراب، ويحفظه من كل لوازم الحياة إلى ملايين السنين. سؤال إلى المشككين: أليس الله بقادر على أن يحفظ وليه ويعمره مئات السنين؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية، وارفعنا الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة،
بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سيدي يا أبا صالح، من جوار مرقد جدك الحسين عليه السلام أغتنم هذه الفرصة كي أكتب رسالتي وأسلم عليك وأناجيك. السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. سيدي، لا يزال أمل المحرومين والمظلومين والمعذبين وحتى المنتهكين والصابرين والمرضى والجرحى ملقى عليك، فهلا فرجت عنهم؟ سيدي، إنهم يرونك بعيدا ونراك قريبا، فهلا خرجت؟ فالجميع ينتظر طلعتك الرشيدة على أحر من الجمر. سيدي، يا أمل المستضعفين، أرواحنا لتراب مقدمك الفدا. ألا أن أفضل العبادة انتظار الفرج، فها أنا يا سيدي منتظر للفرج، وانتظرناك وطال الانتظار. هذه رسالتي وهذه مجموعة من الرسائل التي وردتنا على رقم الواتساب الظاهر أسفل الشاشة، فهلا تفضلت يا سيدي بالاستماع إليها؟ السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، سلام عليكم. أنا اسمي علي ابن الشهيد حميد. يا صاحب الزمان، أنا هواي أحبك، أرجوك اظهر بساعة أمي تقول يا من يظهر إمام صاحب الزمان، أبويا يجي وياهم، هواي مشتاق لأبويا، بساعة تعال حتى أشوف أبويا، مشتاق لأبويا أنا هواي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا مولاي يا شريك القرآن، السلام عليك يا مولاي يا إمام الإنس والجان. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم بحق الحسين أشفي صدر الحسين من غضب الحجة. يا رب يا رب، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه
وشيعته ومحبيه والمستشهدين بين يديه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وجعلنا الله وإياكم من المنتظرين. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد ما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من الرسائل الصوتية المهدوية. الآن نقرأ على أسماعكم مجموعة من الرسائل اللي وردت إلينا مكتوبة. هذه الرسائل من الصغار نابعة من القلب ممزوجة فطرتهم السليمة. أول رسالة تقول: السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا سيد الإنس والجان، السلام عليك يا مولاي، عجل الله ما وعدك من النصرة وظهور الأمر. سيدي يا أبا صالح، نبتهل إلى الله عز وجل أن تمن علينا وتأمل عيوننا بطلعتك الرشيدة. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. إلى رسالة أخرى: اللهم اجعلنا من أنصار الحجة المهدي عليه السلام، واجعلنا من المحظوظين بوجودنا بيوم ظهوره، وأن يحق الحق وينتشر في كل العالم ويزول الظلم إلى الأبد بحق الله الواحد الأحد. رسالة أخيرة: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى سيدي ومولاي الإمام المنتظر عليه السلام، سيدي يا صاحب الزمان، أدرك أمة جدك المصطفى فقد غرقت في الذنوب والكوارث. سيدي، ما أكثر الأيتام والأرامل وما أبسط تهديم البيوت والمساجد وقبور الأئمة الأطهار عليهم السلام. أدركنا يا سيدي فنحن في الانتظار، والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية ومن كربلاء الخير والعطاء. وصلنا وإياكم إلى فقرة مقطع من كتاب. في هذه الفقرة نستطلع كتاب أو كتيب ألف حول الإمام المهدي عليه السلام. كتابنا لهذا اليوم هو دولة العدل الإلهي في ظهور القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الكتاب طبعا من تأليف الدكتور عباس عبد الأمير أشوك. وأنا أتصفح هذا الكتاب استوقفني موضوع شيق جدا، ألا وهو المهدي عليه السلام في الحديث النبوي الشريف. يقول: أول من مهد لأمر القائم عليه السلام وغيبته وخروجه في آخر الزمان هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فقد بشر به وبخروجه في آخر الزمان، فقد استضافت الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله حول غيبة الإمام عليه السلام وخروجه، فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، وإنه من أولاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وإنه التاسع من ولد الحسين عليه السلام. من بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله عن القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، منها في عمره عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله روي عنه أنه قال: يكون في أمتي المهدي، تنعم أمتي في زمانه نعيما لم يتنعموه من قبل، وترسل السماء عليهم مدرارا، ولا تدخر الأرض شيئا من نباتها. هذا الحديث طبعا كان روي عن النبي صلى الله عليه وآله، وكان هذا الحديث في عمر الإمام المهدي عليه السلام. الحديث الآخر أنه من ولد الحسين عليه السلام، أقرأ على نحو الإيجاز عن حذيفة قال: في خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله ذكر فيها ما هو كائن، قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولدي اسمه اسمي. فقال سلمان: يا رسول الله، من أي ولدك هو؟ فقال صلى الله عليه وآله: من ولد هذا، وضرب بيده على الحسين. لا أطيل عليكم، حديث أخير في عطاء الإمام المهدي عليه السلام عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكون عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل يقال له المهدي، يكون عطاؤه هنيئا. شمع العمر كل ما طفى قلبي الظنون تخوفه، خاف انحرم من شفتك عمر المناية تخطف. شمع العمر كل ما طفى قلبي الظنون تخوفه، خاف انحرم من شوفتك عمر المناية تخطف. آمالي باسمك حبيبي ما منها أقطع نصيبي، يا المهدي وادرب غيابك تسمع سلامي ونحيبي. عشت على نار انتظارك يا جنة تطفي لهيبي، طعنتني أرخص خناجر غالي الدواء يا طبيبي. من مهجتي شيل السهام خلي يرجع القلب الحمام، واتنفسك يا ريحانة أملي. جيت بزمن غيبة إمام وتحرى طيفك بالمنام، بيك التقي لو أتلاقى بأجلي. ها يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وين
تدفن شمسك عن سمائي. لو يا المهدي موت حان الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي. حياكم الله سادتي مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية من جديد. وصلنا وإياكم إلى فقرة إلى قلب الإمام. هذه الفقرة فيها أعمال يحبها الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، منها الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى في كل الأحوال، كما في المريض الذي يئس من علاجه الأطباء ولا أمل له بالشفاء إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأعمال التي يحبها الإمام المنتظر عليه السلام هي الاعتقاد الكامل، لا بل اليقين بأن الإمام المنتظر يظهر رحمة للناس، يظهر كجده المصطفى في رسالته الذي أرسل رحمة للعالمين، وسوف ينشر دعوته بالحوار والإقناع لا بالسيف، وخصوصا أن الشعوب سوف تكون مثقفة وواعية ومدركة لظلم المستكبرين ومرتاحة لدعوة الإمام المنتظر عليه السلام. أيضا من الأعمال الأخرى التي يحبها الإمام المنتظر عليه السلام هي حب الله تعالى وحب الإمام المنتظر عليه السلام، ببساطة لأن الإمام المهدي عليه السلام هو واسطة الفيض الإلهي. ورد في الزيارة الجامعة: من أحبكم فقد أحب الله. وأخيرا وليس آخرا من الأعمال التي يحبها الإمام المهدي هي محاسبة النفس ومراقبتها. المراقبة هي السعي إلى ترك المحرمات وأداء الواجبات في أول أوقاتها، أما المحاسبة هي إيقاف النفس في كل ليلة أمام محكمة الضمير لمحاسبتها على كل الإيجابيات السلبيات، والاستغفار من كل عمل سيء والشكر لله تعالى على ما وفق به من عمل الخير. سيدي يا صاحب الأمر، لقد طال الانتظار وهاج الحنين وزاد الشوق إليك. سيدي نحن والهون مشتاقون منتظرون طلعتكم البهية. سيدي أنت تعلم أن الإنسان دائما ذو حاجة، وأنا والله من المحتاجين. حاجتي مولاي حاجة جميع المنتظرين المتشوقين لرؤيتكم. سيدي لقاؤكم حاجتي، إلى متى سيدي ترانا ولا نراك؟ ها هي الأقدار أن جعلني الله من الموالين لجدكم علي المرتضى ومن شيعتكم. لله تعالى الشكر على ما أنعم علي أن شرفني بأن أكون من مواليكم. شكرا لله كما قال الإمام الصادق عليه السلام: على شيعتنا الشكر لله على أولى النعم وهي نعمة الولاية. حياكم الله سادتي مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، ومن كربلاء الخير والعطاء وصلنا وإياكم إلى فقرة. قبل أن أقول ما اسم هذه الفقرة، للرجال نصيب في هذه الحلقة وكذلك الصغار، لابد أن تكون هناك فقرة خاصة للمرأة، فقرة كوني مهدوية الانتظار. في هذه الحلقة أتطرق إلى موضوع بصورة سريعة، إلى أنواع أو صنوف النساء وأفضلهن. أول صنف من النساء، هناك امرأة من طراز خاص، امرأة مهدوية تحولت ذاتها
إلى لون مهدوي تنعم به في كل حين. تعلقت ذاتها بإمام زمانها وسارت على طريق الانتظار، لم تهتم بكثرة الآلام ولا بالمحن ولا حتى بقطاع الطرق وحيلهم، فهي بكل بساطة جعلت الإمام المهدي عليه السلام نصب ماذا؟ أحسنتم، نصب عينيها. إذن هذه امرأة تعلمت فن الحياة وتعلمت الكثير من الحياة، فهذه امرأة نطلق عليها عبارة المعلمة المربية، هذا على مستوى البيت. أما خارج البيت فهي امرأة أيضا ناجحة ونبراسا لكل امرأة. إذن أحبائي في الله، مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية ومن كربلاء، الخير والعطاء، نصل وإياكم إلى ختام جميع فقراتنا من برنامج ظهر المهدي. نتمنى من الله تعالى وببركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أن نكون قد وفقنا في إيصال ما كنا نريد إيصاله إلى أسماعكم وإلى قلوبكم الطيبة. تقبلوا تحياتي أنا ومحدثكم مصطفى ناجي وتحيات الكادر. قبل أن أودعكم من هذا المكان المبارك، أتجه إلى سيدي ومولاي أبي الفضل العباس عليه السلام وأزور بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم جميعا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في بقاع الأرض. أتجه وأقول السلام عليك يا أبا الفضل العباس ورحمة الله تعالى وبركاته.